واحد بالكتاب بيحكي وبيحذر عن شو ممكن يصير بس تطلب ظهور، مثل ما شاول بالعهد القديم طلب انه يشوف صموئيل بعد انتقاله او بعد موته. منلاحظ انه شاول ما قدر يحكي او يتواصل مع صموئيل ابدا، اضطر يروح لعند عرافة عين دور يلي هي بتطلب الجان وبتتواصل مع الارواح، فهي يلي اصعدت له روح كانت على شكل صموئيل. بقى بس تطلب المنتقلين انت دخلت بشيء اسمه تحضير ارواح، والارواح اللي بتظهر لك مش بالضروره يعني ممكن تفوت بمتاهات انت ارواح شريره. والكتاب بحذرنا وبقلنا لا يكن فيك من يستشير الموتى، بيقول لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة مثل ما عمل شاول مع عرافة عين دور، ولا من يستشير الموتى. ممنوع علينا التواصل مع المنتقلين. بتقلي هني أحياء، صح هني أحياء عند الرب، بس اسمهم أموات عندك، هن منتقلين، يعني خلص ما بقى في اتصال. وإلا مين قصده بالموتى هون؟ إنه استشارة موتى مين قصده فيها؟ كملة الآية بتقول لأن كل من يعمل ويفعل هذه مكروه عند الرب، مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس بسميهم هول الأفعال بسميهم أرجاس، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك.